الأصل في المعاملات الحل والإباحة كما في القاعدة الفقهية، لكن شيخ ما هي أسباب تحريم المعاملات المالية في الشرعية في الشريعة الإسلامية؟ إيش؟ ما هي أسباب تحريم المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية؟ التي تصل بها المجتهد إلى الحكم على المعاملة الفلانية بأنها محرمة شرعا. هذا يدور على ثلاثة أشياء: الظلم والغرر والربا. فهمت؟ كلها تدور على هذه الثلاثة: الظلم كالغش مثلا، والغرر كبيع المجهول، والربا كبيع درهم بدرهمين. هذا هو الأصل في المعاملات، الأصل التحريم، يعني يدور على هذه القواعد الثلاث، ثم طبق كل جزئية على هذه القواعد.